بزاف هذا الله. واش انا عندي 4 الوليدات كنشد 50000 ريال وكارب 1500 غتبقى لي 20000 وداش 20000 غدوز لي الشهر. اتمنك واش بدرا بلان كيخسر 100 درهم 3000 في النهار، هذا ديال راسو ما حسك لا كانت عنده عائله ومسؤوليه. وانت عارف الدري الصغار كتم خارج مع بابا بغيتي هذه بابا بغيتي هذه، اش غتبغي تقول ليه ولدي؟ بلاش غدا حتى الغدا حتى الغدا ان شاء الله وغنشري لك دير لي خاطره وغادي واخا كيف كي كتصبروا. ولكن هذه الحكومه هذه ما شنا منها حتى شي حاجه، قال لك غتقول الخير وغتزيال واش شي ما شنا والو. حنا راجعين لور مارشاريال كنا غادي لقدام، كنا غادي بواحد السرعه. المغرب كيف تاخر به العرب والعالم كامل كيف تاخر بالمغرب بهاد النوضه اللي ناض بها سيدنا الله ينصرو. سيدنا الله ينصرو كان حاكم زمام الامور، سيدنا الله ينصرو الله يخلينا محمد السادس كان حاكم زمام الامور، كانت البلاد بخير وكان غادي بينا بخير. دخلت هاد الحكومه هادي دارت لنا خاويه في عامره وهذا الله، والخضره غاليه، الزيت غالي، السميده غاليه، كل شيء غلا. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. هادشي اللي غادي نقول لهاد الناس هادو، هذا لا بزاف. وبلاد مولا كيخرج بالقفه كيتقدى، كيمشي عند الخضار، شحال البطاطا 280، شحال البصله 300، شحال الفلفله 700، وين الفلفله؟ والفلفله ديك الحمراء الخضراء الزرقاء ما عرفتش شنو 700 وبزاف كاع. والديسير حتى من الديسير حتى هو طلع، ولي تاخذ هاد التفاح، التفاح شحال كان ب 140، راح قول له هزه. اش قال؟ اش قال؟ راح قول له هزه. قال لك هذا التفاح ماشي ديال 140، التفاح ماشي هذا عمره ما تنسى لي انايا، التفاح ماشي ديال 140. وديال اش التفاح هذا؟ ديال 4000، شحال كنتخلصوا حنا ب 100000 90000، وحنا كنتخلصوا بواحد 50، وبنادم راه كاري وبنادم راه عنده الوليدات. واش اللي كاين السي اخ نوش؟ ارحل 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 انت والحكومه ديالك. من نهار طلعت ولاد العامل اللي ضربتو في الحكومه راه راجعين مارشاريال، راجعين مارشاريال. ها هو الشعب راه خارج والشعب راه مضرور، راه ماشي راه الشعب راه وصلت فيه حتى العظم. الحريره ما تبقاش تشرب، غنوليو نشربوا الحريره فيها الكروفيط، كروفيط غيديروا لنا. وما طيش 10 درهم صاحبي باش غتصوب، والكرافس كيقول لك 2 درهم، كرافس سلام درهم ولا 2 درهم، الربيع بزاف باش غتصوب. الشعريه العدس حمص، راه الشعريه درك كانت الطبق الطبق ديالنا الاساسي في شهر رمضان كانت الحريره. ودابا الحريره ما بقاش ولات الحسوه، السميده ويلي بزاف. ديما كل عام طابله كتبان لكم بوكسه زوينه، كتلقى شويه الحوت، شويه بيضات مسلوقين، شبيبيكيه، تميرات، كتلقى الديسير، العصير، من الا الدواء طاب كتلقى في الطابله المغربيه. والطابله المغربيه كتضرب بها المثال، الطابله المغربيه كتضرب بها المثال في شهر رمضان. العالم كامل العرب كاملين كيضربوا بها المثال. ودابا مابقينا شنو شنو تحط براتاتي والحسوه وباريزيان قسمها اليوم وشنو هو؟ اشناهو تحل سامك بتمره وتشرب عليه كاساتي وصافي، وانت صايم النهار كامل وكتمشي للسوق كتغلى في قلبك. حسبي الله ونعم الوكيل اخوتي. ورا العدس ولا هو ماشي ماشي العدس ولا كيدار صاحبي، واللوبيا راه حشومه، هادشي راه ما كيدخلش الدماغ صاحبي. راه شهر رمضان هذا وما فهمتش هاد الناس، هذا شهر رمضان شهر التوبه والغفران. هاد الناس هادو راه ما خلاوك لا طاوله لا افطار لا حتى شي حاجه. هاد الناس هادو حسبي الله ونعم الوكيل. راه داكشي في الانفو اخويا، راه ماشي راه خارج من القلب. حيت علاش؟ حيت انا عندي وليدات، راه عندي وليدات ماشي بوحده، راه عندي وليدات، راه 4 الوليدات وانا هو 5 ومولاد الدار هي 6، راه وكارب 1500 وستاش خاتو. عاد باش تزيد الواليد ديالك مسكين تا هو مريح، تا هو كتنافيكي عليه، راه وليماه وليماه هذا الله. والله ينصر سيدنا محمد السادس وعاش الملك. واخ نوش بارك عليك، ارحل سير قابل داكشي اللي عندك، قابل كزارات وقابل ديك اللي في عين الدياب اللي واخد فيها التروازيام وديك الروينه. بركه وليماه، خلينا حنايا نعيشوا مع سيدنا الله ينصرو، حنا ملاكين كنحبوا الملك. هادشي اللي كاين اخوتي، وسمحوا لي.